الخصوصية ديال المغرب على أنه تعلن عن النوع ديال نظام الصرف، لأن تنقولوا حنا تنبقاو السلة 60-40، وعلى أنه طلعنا الهامش ما بين 2.5 زائد ناقص، وعلى أنه غادي تبقى تدخلات ديال البنك المركزي باش يعطي السيولة اللازمة للسوق. لما تنفضيو هذا نظام الصرف الثابت نظام التعويم، وهذا سهل، اما تعويم سعر الصرف، هو سعر الصرف يحدد العرض والطلب من طلب السوق 40 دولار الى اخره، او يحدد العرض والطلب من سوق العمولات. اذا هذا احنا ما داخلينش فيه. اذا هذه الكلمه اللي تنستعملوا اللي تنشوفوها يوميا، واللي حتى الناس تدعبنا في التليفون ديالنا الخاص على انه هالكسه اللي تعوم الدرهم، فهمتي؟ احنا ودي ما عومناش، مازال ما وصلنا لهذا الشيء، مازال ما وصلناش لهذا الشيء بكل امانه. هذا عرفتي بحال اللي ماشي يضرب ماشي يتزوج، تيرشم بكل امانه، تيرشم تعمل كمات العطيه فاتحه، وتعمل ضرب الصدى، وتعمل الحفله. حنا يا الله رشمنا كنا راشمين، ودزنا الرشيم، مازال ما ضربنا لا صداق ولا عش ولا عومنا. دي الله يدي. اولا القرار سيادي، ثم على انه ارادي. علاش ارادي؟ لان لما تنقارنوا مع الدول اللي انتقلت من هاد عملت دخلت المرونه، مشاو في ازمات ديال النظام ديال الاحتياطي الصرف. ولكن واش حنا عندنا شي ازمه صرف؟ الحمد لله احتياطي الصرف بالعكس ارادي، لما كان عندنا الشروط اللازمه متواجده. السيد وزير الماليه فيما يخص الميزانيه ديال الدوله التزم على انه التوازن ديال الدولة، وعلى انه العجز ديال الميزانية لا يتعدى 3%، وعلى انه لا 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 في في فيما يخص لا ديت بيبليك العمومي، الدين العمومي غادي يبقى في واحد الحدود اللي هو مرتبط بها، التضخم اقل من 2% الى اخره.